والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في حلقة جديدة من كرافت ذور. آخر مرة ذبحنا زميل أوه يا التخبيص من أول الحلقة، الزعيم الأول. أما سبام قاعد على هاي البستي هسه خسر كل شيء. لحظة، أنتو تقوموا أباكم أبا وركشوب ثاني هني، وأبا أزرع هني مشوي ترى. وين سيدز؟ سيدز بيكون هني. هذا هو نزرع لنا سيدز هني. لحظة، والسيدز هني، خلي سيدز كامل لنا آخر شيء. بلوكس not enough resources stockpile. اوكي no problem، مو مشكلة. والحين قاعد هي للزعيم الثاني، بس الحين انا بالقطعة الاولى من البوابة. نحن على شيء مهم ترى، نحن نبغى الخطوة الأولى من شو؟ من أول بوابة تودينا إلى تستان. في شغلات لوت، في شغلات هذا، في شغلات. عندي تو توتمز، شوف امبروفد بورتال اوبن بورتس ويمز مالتي بلاير يوزنج سبيشال كاست. ما نبغى هذا، نحن ما نبغى هذا. اوف ديد دوارفز بوسيبل فور ريزركشن. والله هذا كشخة تصدقون. بدي دراجون اج، دراجون اج هيسوي لهم رز، لكن دراجون اج معناه ساخرني. ترى جمعت شوي ماي وشوي سوالف تراني، فبنبني لهم الحين. بس البورتل انا ضيعت مكانه ولا يتهيأ لي؟ لحظة، انا عندي شيء كوك وورير، هذا شيلد والله حلو حق الوريرز. هذا فيري نايس ارمر، فيري نايس. عندي وكم ورير بعدهم؟ واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع، سبع وريرز عندي ما عندهم شيلد. اوكي شو بسوي؟ ايرون شيلد حقهم ما بعشرة، لا واحد اثنين ثلاث اربع خمس سبع، خلهم يسوون شيلد حقهم. شي سبوم على قايل بس شي اشهر ريسورسز. انزين نسوي وريرز. شو كنا نقول؟ هنا بالبورتل احنا اصلا ابى اسوي كرافت حق البورتل. عندي رون رون رونز، عندي رونز. خلنا نشوف، اظني بنستعمل الرونز في البورتل. ايوه هذا فيفث بورتل، شو بارت بس ما روم افتحها. هي خمس اجزاء اظني كان ولا ستة، واحد نبنيهم من احنا. بس وين جولد اجنوت؟ هذا الجولد اجنوت بعد ما اخلص هاي. زين اذا بسوي، مشكلة ما عندي فحم، انا اموري طيبة اذا عندي فحم، بس مشكلة ما عندي فحم. وين مورد فحم؟ زين هنا شي فحم، هنا شي وايد فحم، هنا شي فحم وايد. فري نايس، يعني يبغى لنا نلطم الفحم اللي هنا قريب البيس بعد ترى، مو بيضرب مخطط وايد. هني بعد في فحم وايد. خلنا نحط لنا بورتال هني عساس نشل الفحم كله. بغيت شوي فحم انا. في حد هني؟ والله ما اظن حد بيتبون صدق هني. خلنا عقايل نبا وورير، وورير في بور حق هالسوالف. المفروض هذا يضرب الحين، المفروض هذا كان يبتعد. اوكي ليكم موت، اذبحوا هذا، اذبحوا هذا برايي. اوكي بعد تكاثر هالسوالف مصيبة ترى في البيس، والله مصيبة. شو كنت انا ابا اعطي الوريرز عندي؟ هاي سبع جهازات ميج كوك وورير. وورير هو احسن في الحرب اني ابدلهم، لكن تبون صدق خلي عليهم، لان دائما قاعد اخليهم يتضاربون، مو براح منهم صراحة، ابدا مش راح منهم. وورير وورير انت بس في الشر ما ينفع. خلنا نعطيك شيء ثاني، خلنا نعطيك كوك بوك. لا ميلارس كاربتنر، لا ارشر، لا
سميثنج احسن شيء. لحظة هاي تركب هني. نايس. انزين. كاري بويتو. يزيد على الاقل اللي يشلونه ما يرجعوا لنا متنحين. شالين قطعة ولا شيء خلهم يشلون قطعتين زيادة. مش غلط. يشلون شيء يفيدهم وشيء على ظهرهم. تعالوا. لا تقول نقصتني حبة. لا شيء كريهم تنقصر واحد بس حبة. اوكي عقب على لو سيارة. انزين الحين ابا هني وابا هني اساس اشيل هاي سومر. ما نبى سومر نحن. ما دور سباحين حاليا. مسابقات بعدين. وين متى بنوصل للكوتجنت؟ قلنا يوم تخلص منو هذا بس يبالنا فحم. اوكي خلنا نسوي لنا على الاقل شو دفعات شي راحت مثل ما يقولون راحت قلبي من سجامي. نبدا نحط لنا شو سيلفر بارز كل مكان. ما توقعت انه بينقصني فحم. العاده هذا اخر شيء واحد ينقصه لانه المفروض يكون من اسهل الموارد لكن شكل اللي سحبت عليه لدرجه من تحت بعد عندي ناس راقد على الارض ترى. شو الناس هاي؟ زين اوكي خلصتوا هني نحط دري. شلوا هاي اللي في دربكم سووا خير. خلنا نبدا نسوي اسلحة سيلفر. خلنا نقوي العالم شوي. عندي 9 وعندي 7 8 ورير تقريبا فأربعة بيتم لي 3 غير اسوي منشو سيلفر سورت. ما بحتاج اكثر. عندي مثل الواحد بعد انا اسوي 2 غير مفروض يكفيني ترى. مو 7 2 مفروض ترى يكفي. ساحب الفحم انا. اوكي بورتري اي خليه الربع. شوفوا مقواهم الحين. شوف 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 الشيلد ما حلاه. كل حد كل حد اكسب دق عليه. تسوي حرب طاحنة هنا. ما في تفاهم. ما في تفاهم. سير. انا شفت واحد توه يشتكي. يشتكي من هذا. فزنا على البورتل. طبعا البورتل استوى سهل الحين. شفت واحد يشتكي من الفطاير. لحظة ذبح الباقين هاي زين دامهم جايين. شفت واحد يتشكى من الفطاير. اوكي بنحط طاولات زيادة الحين فيها شيء غلط غير الفطاير. بس دام عندنا وايد فطاير. لحظة كرافت ودون تيبل موبا. انا ابا حتى مش 9 لا 1 2 3 4 4 ميك سنس حقنا يعني وميك سنس. ما اعرف شو رايكم انتو. اكتبوا لي تحت في الكومنت شو رايكم. يا حبيبي ابوك يا الكلك. كت 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 ايوه بعثرين يسات تشردون مني تلاب. مش تلابهم خرفان بس يعني اقول. طبعا انا بشكركم كلكم على الكومنتات الحلوة. انا مر على وايد كومنتات الصراحة. تخليني اكمل السلسلة الصراحة. يعني كومنت يومي كومنت جميل. احس اني قاعد اسوي شيء جميل. فاحاول ارفع الكواليتي ارفع الصوت ارفع السوالف. فثانكيو على كل كومنتاتكم الحلوة اللي انا اشوفها على الفيديوهات. صراحة تخلي الواحد يستمر. فعلا 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 واحد يستمر بالزيادة من وإني يشوف الكومنتات الطيبة هاي والأمور الحلوة. زين شيلوا الطاولات. ما بحد يجيب الطاولات لأنهم يبون أكل أكيد. بس بوزع الأكل شكله بين السراير صراحة.
ليش؟ لأنهم يرقدون وبيعونهم قبل لا يرقدون. خلنا نحط ايه، خلنا نسوي عدل، خلنا نشيل الطاولة هاي، ولا أقول لا 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 لا، في طاولة ثانية هني، حطيت طاولة هني ونزل لهم شو. أوه بدينا نفتح شوي شغلات. very nice very nice. قلت لكم على حال خاطر مو بركز وايد على شو، خلينا نحط لهم هذا تمثال الدعم، هذا يزيد الراحة مالهم وايد. خلينا نحط لهم تمثال هني. نحن الحين 78% ترى وايد اوكي، ترى يساعد وقت كم يردون اتش بي، كم يردون طاقة اللي هو اتش بي بالضبط. لو سمحتوا لا تعترضون، لا تعترضون. اوكي كنت ابغى اكل، بنحط لهم فيشز تو، لان من ساعة شفتكم انت زعلانين، حتى الكلب تاكل من اكلهم. يا الكلب بعد يحتاج عيش. خلصنا من هذا، بنحط لهم بيض دام انه موجود عندنا شوي بيض، بس بيض ما بيكون وايد. هي حطي لهم اما كسلهم يعني سمك مشوي على هذا، اكل صحي، اكل بروتين، اكل زين يكون مو بكثره، اساس تو تشوفون، انتوا تشوفوا الكومنتات هم شو يكتبون. من ساعه كان كاتبين انهم ملانين من الاكل هذا، واللي هو شيء مو بجيد يعني، هم يعانين ترى بياكلون اي شيء. هذا واحد يعان بيرضى باي اكل ما عنده مشكله، بس انا اسكدهم بزياده شوي، فخلنا ندلعهم ترى مش غلط، حطي لهم اكل كل مكان. طبعا عندي وايد لحم ف بسوي لهم هذا اكيد يعني مشكلتهم. جرين 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 يا جرين، عندنا ويت جاهز؟ لا مش جاهز الويت ابدا، مش جاهز الويت ابدا. تعرف شو ابدا؟ وين انت وين انت؟ اوكي سوي 26 من هذا، عندي فحم بعد، خلنا ننتج شوي سلمون، بنتج سيلفر سورد، بس لازم شيء تري هايل. خلنا نشيل الفحم اللي هني دام في فحم، وبشيل هايل بعد في الدرب. خلنا نشوف هذا فحم بعد في الدرب، خلنا نشله، كل شيء في الدرب نشله، مو في قشط، مسح مسح المنطقة كامل، مسح تستوي، لأن الزعيم الثاني مصيبة مصيبة مصيبة. نحن محتاجين 5 قطع كاملات، 5 زعامة كاملات. أوكي تعال، أبو هايل وأبو هايل. والله الخريطة مو صغيرة ترى، هاي أصغر خريطة، شوفوا مكبرها، يبالها وقت وجهد. زين خلنا نشل الموارد من حولهم. مستعدين لضرابة انتوا ها؟ شكلي اول شيء بفتح الباب هذا. زين شكلي اول شيء بفتح الباب من هنا. ايوه هذا اوكي، بس لا يطيح لا يطيح لا يطيح لا يطيح لا يطيح. لحظة لا طاح داخل، مو مشكلة. اشرد 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 يا حبيبي اشرد. والله يذبحون نايس، خلها حد يكسر هذا. اوه كيف دقة، هذا راعي المثل السورد اظني. لازم نعطيهم اسامي يا جماعة، لا لازم نعطيهم اسامي. تو 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 الارتر يا يتحرش الوسخ. اوب 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 الميج مالنا زعل. انزين في عندنا اسلحة ثانية ننتجها، مش بس سور ترى. لحظة ايوه ورزرد ستوفنبا، كم وزرد عندنا؟ 2 كان، هذا 2 لازم ندلعهم تشكيلة الجيش، 2 وزرد ونبا
ما في حنا بو جديد ولا بس أرز؟ ما في بو جديدة. اكويب سيلفر سورد، تعال. ما في عندنا شيء مميز. هل ليش لابس هالخوذة؟ شكرا شكرا. الايرون كم؟ 25 35. 10 دمج ترى وايد اوكي، وايد اوكي ترى. لا هذا هذا كو، هذا عند المثرل. المثرل ترى شيء خرافي. ها والله المثرل شيء كو مو طبيعي الصراحة. ايوه تعال الميج. هذا كم؟ 17، هذا 20. بس ميج ترى اموره في السيستم، عندي واحد بس. ما ابغى تموت، حطيت لك بورتل تحت. يا ولد الاغبياء اللي وياك دشوا، مو مشكلة عادي، تعال خلهم يتحرشون. انا صراحة بخليهم ياخذون راحتهم، خليهم يتحرشون من ساعة الموضوع نفع. بس خلنا نشيل هذا السامون على اساس ميونهم حق السامون ويموتون. بس ابو هذا يموت ممكن؟ زين يوم دمه ناقص. شلخ يا عيد جلنا والله. دوارفس والله انكم دوارفس اصليين بعد. ما في مجال، ما في مجال انقاذ العقول هذه. مع انه يرمون يذبحون مع فكرة لو يواجهون. شوف 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 مقواه، شوف كم ينقص دمهم. والله ترى ما في حيلة، ما في حيلة كم ينقص دمهم. لكن هم شوي لكم عليهم، جايبين عيد. شوف 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 ترى في باور، لكنهم متبنقلين. اسف على التعبير، لكن هذا التعبير يعني. ما ابغى هذا. انا منو قال لك تعال سوا؟ الكلب عنده فاير بول. ها خلينا نشوف. خي رش رش ما رحمه. يا هذا بحر روح، لا تموت جرد. سلك دوار في جورست جو ايت ولا رست جورست اي شيء. ايوه ايوه الحين اخليه وندفنه معاه. ليش الحين؟ لانه تم بروحه، ذبحنا ربعه. موت موت موت، اهم شيء ما حد من دوارس مالي يموتون. لا يبالي اطور اكثر وايد قبل ليه. بس الكلب يضرب فاير بول عليهم، فاير بول ترى مسوي شغل. اعتبره ميت. بس بس سيروا ارتاحوا، سيروا ارتاحوا. ولا قلبي بيعورني عليكم. قتلني الزعيم هذا، هذا ذبحني ذبحني ذبحني. اعطيكم لحم، ما في احسن من اللحم ترى. واللحم احسن شيء عندي انا، يعني ترى عندي انا احسن شيء، مو بعندهم هم. هم انا ما اعرف شو احسن شيء عندهم. يو 80 اكسلنت، نبغى اكثر من اكسلنت. نحن خلنا نسوي كرافت. كم نقدر نسوي كرافت من هذا؟ مشكلة ما ابغى اخسر كل الحصى اللي عندي، بحتاجه ترى. اذا خسرت كل الحصى اللي عندي بتوهق. زين خلنا نسوي 3 غير 2 3، وابغى اسوي بيك اكس كم من واحد بس لانه يكمل التطور العلمي ماله.
واطلع الجولد اجنت ونشوف شكل البوابة الاولى، بوابة رقم 5 بالحارة. بس هذا قاهرني انا على فكرة. اوكي اظن كلهم تقريبا اوكي الحين. نايس، خلي اسوي لنا جولد اجنت. عندنا 60 جولد والله، مو بشوي ترى. سوي 5، كم يخسرني ها؟ 40 بس. زين خلص الفحم مالي. سلك دوارف كلهم صحتهم اوكي صح؟ كلهم صحتهم ممتازة يعني، شو نسوي فيهم؟ نجيبهم للهجوم. كلهم سيلفر وهذا ودنيا وملغمين ترى. شوف شوف دمهم فول رقم واحد. بنعقه 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 بنعقه. يو يا هذا كم؟ هذا الجزء الرابع ترى. طبعا هذا كان ايزي فايند، اقول التم حصلناه بسهوله ترى، بس ما اظني كلهم بنحصلهم بنفس السهوله. صعب صعب نحصلهم كلهم بنفس السهوله. دق شلوا الباب هذا حقي. ايوه شكرا. ابا هذا بعد ريموف كونستراكشن. تعالوا هنا تعالوا شلوا هذا، تعالوا شلوا هذا كله. هالحصة كله زين ينفع. شلوا هذا في الدرب، خل هاي اللي يشلون سموه يتوكلون. شكرا. اربع شوية اغبياء لازم. شو شوف قاعد يعبي سامان الحين زين. اخذ سويت لهم السلالة هاي ترى، بس في واحد مو عنده حيد. خلنا نشوف في حد ثاني مو عنده. هي اثنين مو عندهم السلالة هاي. الحين كلهم عندهم. نايس حبل. اوكي نايس فايند حبل زين. الحين هذا الزعيم الثاني هذا. هم 5 كلهم انا اذكره 5. فان شاء الله بالنسبه للحلقه خلصت خلاص. فبنشوفكم في حلقه الافخاخ. والله ترى شايف شغلها على بكره. شوفوا 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 الميج شو يسوي. شوفوا مجرم ترى الميج مجرم. تعرفون شو مجرم؟ اول واحد شو وظيفته؟ ورير بعد. ابا واحد كلايمبر زين يكون عندي كلايمبر. في حد مو عنده مهنه ثانيه هني؟ اظني وقت الحلقه خلاص خلص. ما تم لنا وقت الحلقه. المهم ذبحنا الزعيم الثاني. فاشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه على خير. اتمنى تسوون لايك شير سبسكرايب حق الحلقه، ادعموها قد ما تقدرون. نشوفكم على خير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.